السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله راكم كامل بخير بإذن الله. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، عندنا نديرو لا بيغي أو فور، لا بيغي بلا كونداشي أو فور. إذا الحاجة الأولى هنايا راه عندنا لا بيغي، أنا كنت غلي نقيتها وغليتها وطيبتها طحنتها، درت لها الملح ودرت لها الحليب، ما كترطلعش الحليب بزاف باش ما تجيش جارية. وهنا عندي لا فيونداشي تاني طيبتها غير في الماء، ما درت لها لا دهان لا زيت، درت لها الملح، درت لها الفلفل، ودرت لها البصل لي زونيو غابي. فوالا، هنايا عندي دي مورسو دو فروماج، وعندي فروماج روج غابي. دروك نبداو في الطريقه تاع التحضير. فوالا، الحاجه الاولى انا راه عندي ان بلانيا درت لها الدهان. الحاجه الاولى نبدا بلا بيوري. فوالا، ندير الكوش تاع لا بيغي هي الاولى. نزيد شويه فوالا، راني سقمتها مليح. دروك انا شنو ندير؟ ندير الفرماج، نسد فيه. فوالا، نعاود ندير دوزيام كوش، ندير لا فيوند هاشي. فوالا، راني سقمت انايا اللحم هنايا، درت فوق لا بيغي. دونك نعاود ندير ثاني لا بيغي. هاني درت لا دوزيام كوش، نعاود ندير لها تاني الفرماج، نسد فيها تاني هكا. بون سكي كونسيرن الفرماج هذا تاع المغصو سي با نيسيسير، يعني ماشي شرط تعاودو ديروه من الفوق، هي غير الخطرة الأولى هذا مكان، واللي يبغي يدير يعاود يدير لا دوزيام كوش كيما هكا. والتالية ندير لها فخوماج غابي باش تجي غاتشيني من الفوق باش تحمر. هي ندخلوها الفوق يعني ماشي بزاف، غير شويه خاطر اللحم طايب، لا بيغي طايبه تاني. ندخلوها الكوشه غير باش تحمر شويه باش تتكراتينا، ونعاودو نخرجوها. انا دوك ندخلها للكوشه، ندخلها الفرن، نخليها تتكراتينا تحمر، ونعاود نتلاقى معكم ان شاء الله نشوفوها في مع بعض في الطبق تاع التحضير تاع التقديم. سمحوا لي باردون. فوالا، نتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. فوالا، هاي البلاط على لا بيغي تاعنا بلا فيوند هاشي راهو طاب. دوك نقطعه قدامكم. هنا يجي بنين بزاف، واحد شويه يبدل على لا بيغي نورمال. فوالا، هادي خير هكا. فوالا، هاهي لا قدامكم. فوالا، هاهي لا. دوك نقطع قدامكم بلا فوكشيت. فوالا، شوفوا الفرماج كي جا هنايا، كي جا حمر. هيا لا قدامكم، تجي بنين بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وان شاء الله تعجبكم. الوغ الى جربتوها وعجبتكم نيزيتي با فير دي جيم لابونمون تاع لا شين ان شاء الله، جوني فريمون بوزوان، سا مي فيرا تري بليزير. ودروك ما بقى لي نقول لكم غير ان شاء الله انا نحلك ناكلها مع الزوج تاعي وليداتي بالصحه ان شاء الله وبالراحه، وانتم تاني ان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالصحه والراحه.
ما بقى لي نقول لكم غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.